يعني بعكس أذكر أن أحدهم ذكر عنه، وهذا يقع الآن للأسف، يعني أن أحدهم كان يعني منحرفا بأي صورة من صور الانحراف ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى. فالناس يحبون أن يعرفوا قصص التائبين، يرون أن هذه تؤثر فيهم وأنهم يريدون أن يتوبوا كما تابوا وكذا. فهذا استلمه أصدقائه، كلما هذا أخذوه إلى المسجد، تعال اذكر للناس قصة توبتك وكيف كنت وكيف صرت. فصار كلما ذهب إلى مكان قال يلا حدث الناس، فقام يحدث: أنا كنت كذا، كنت أشرب الخمر، كنت مخدرات، كنت زنا، كنت كذا، كنت كذا، كنت كذا. ثم بعد ذلك يقول: وتاب الله علي وكذا وكذا، ويذكر توبته. واستمر على هذا فترة، كل ما يلا تعال قول توبتك، خلي الناس تستفيد، خلي الناس تستفيد. ففي يوم من الأيام خلاص يعني بلغ الأمر مداه، فقام قال: قم الآن أخبر الناس عن توبتك. فقام وقال: أنا كنت على كذا وكذا وكذا وكذا، الخمر والزينة والمخدرات وكذا، وستر الله علي طواه، وهؤلاء فضحوني، وين ما أروح تعال قل لنا توبتك، الناس ما تعرفني، قمت أقول لهم أنا كنت سكير، كنت نكير، كنت كذا، فضحوني بها. ولذلك الآن الذي يظهر قصص التائبين، قصص التائبين، قصص، إن كانت بدون ذكر أسماء الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، هذا طيب. أما ذكر أسماء الناس وتعال واذكر توبتك للناس وكيف كنت وافضح نفسك لما ستر الله عليك في تلك الفترة، هذا لا يجوز.